لا أنا قفلت قلبي على جو خلاص، ما ينفعش أحب تاني أصلا. مين بقى اللي قال كده؟ أنا بقولك كده. وأنا بقولك إن أنتي بتقولي كده لمجرد إن أنتي قافلة الباب. جربي كده تفتحي الباب وشوفي بنفسك طابور العرسان اللي هيكون واقفلك عليه. أنا في إيه وأنت في إيه بس يا أمير؟ يا نانسي، هي الدنيا كده، الحلو اللي فيها بيمر وكمان الوحش اللي فيها بيمر. عموما لو في يوم من الأيام فكرتي تفتحي الباب هتلاقيني أنا أول واحد واقفلك عليه. يا دكتور خير؟ فات الحمد لله والخطر زال. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم. احنا ممكن ندخل نشوفها دلوقتي يا دكتور؟ ممكن، بس في مشكلة. مشكلة ايه؟ مشكلة ايه يا دكتور؟ في ايه؟ بنتكم للأسف مش هتقدر تمشي على رجليها تاني. يعني ايه بنتي؟ بس يعني ايه بس بنتي؟ اسكتي خالص. الإصابة جت في العمود الفقري ومحتاجة عملية دقيقة جدا، ودي ما بتتعملش هنا. أمك فين يا دكتور؟ في لندن، هناك عندهم أجهزة حديثة ممكن تساعد بنتك إن ترجع تمشي على رجليها تاني لو الحالة أمكن علاجها. لو الحالة أمكن علاجها؟ يعني الحالة ممكن ما تتعالجش يا دكتور؟ احتمال، والشفاء من عند ربنا. يا حبيبتي يا بنتي. بس يا حبيبتي. خلاص يا دكتور. طب راسلهم راسلهم، انا مستعد اسفرها بكره الصبح. بس العمليه دي مكلفه شويه. مكلفه قد ايه يعني؟ حوالي 100,000 دولار، يعني بالمصري تقريبا 600,000 جنيه. 600,000 جنيه؟ ده على اقل تقدير. ماشي ماشي يا دكتور، انا هحاول اتصرف. هبيع شقتي وعربيتي وهدومي وكل حاجه، بس هي تمشي.